العلم يحتاج إلى وقت، ومن أراد أن يصبح عالماً في سنة أو سنتين فليترك طلب العلم. العلم يحتاج إلى العمر، فالعلم بحور زاخرة كما قال الشيخ، وبعد فإن العلم بحور زاخرة لن يبلغ الكادح فيه آخرة، لكن من صبر ظفر، ومن لزم الوسادة لم يبلغ منازل السادة. المسألة تحتاج إلى صبر وطول نفس، وآفة كثير من طلاب العلم أنهم يريدون أن يقرأوا كتابا ثم يقارع العلماء وينازل العلماء، وهذا في الحقيقة ضار وليس نافعا. فلا بد يا إخوة في العلم من صبر. وكيف لا تصبر على طريق الجنة؟ أنت سائر في طريق الجنة إن كنت مخلصا لله، فكيف لا تصبر؟ اصبر وابذل حتى تحصل المقصود إن شاء الله عز وجل. نعم.